نشكر خولة الزرعوني على هذه التجربة المؤثرة. وطبعا أي تقدم في الدنيا له سلبيات وله إيجابيات، ونحن لازم نختار الإيجابيات ونتجنب السلبيات. يعني الحين التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي هي مفيدة، لكن لو تجنبنا سلبياتها هي مفيدة فإنها ممكن تقربنا الناس موهوبين ومبدعين وفنانين بعد. واليوم نحن بنقدم لكم نموذج من هالناس. نموذج شنو؟ الحين بتعرف ليش متحمس؟ بعرف الحين بنعرف منو النموذج اللي معانا. رحبوا ويانا براشد النعيمي.